كلمة شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأيضا المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. اليوم هذا وداع لخمسمائة من أهالي الشهداء الذين سيغادروا بإذن الله إلى الديار الحجازية. هذا كل عام نقوم به كمؤسسة لوداع الحجاج. في هذا العام استفادوا من المكرم 500 في المحافظات الشمالية و500 في المحافظات الجنوبية. نأمل أن يتمم عليهم بالخروج سالمين والعودة غانمين إن شاء الله. 13 سنة بستنى بهذا اليوم، واليوم السعيد اللي نطلع به. طبعا هذا إشي عمل ممتاز، كل سنة طبعا بطلعوا هم كمية أو حوالي 1000 حاج مكرمة على حساب المملكة الأردنية على حساب المملكة السعودية، وطبعا هذا مشكورين فيه الأخوة السعوديين وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وبنتشكر له احنا طبعا وانا بالنيابة عن اهالي اسر الشهداء كلهم بتشكر له، طبعا كل اسر الشهداء بتشكروا للملك سلمان عبد العزيز. السعادة تغمرها الحزن، بذكرنا في الشهيد لانه شاب 22 سنة، فهي الها حلاوة حج انه ان شاء الله في ناس بتدور على الشهداء وفي ناس، وجلالة الملك يعني كرم أهل الشهداء تخفيف عنهم من معاناتهم وأساهم اللي في نفسهم، لكن في نفس الوقت رجعنا نتذكر الشهيد، يعني إلها حلاوتها وإلها إيش الأسى تبعها. وإحنا بنقول هذه إن شاء الله ربنا يتمم علينا الحجة وروح سالمين غانمين وعقبال عند الناس اللي جايها الدور إن شاء الله، فرح لا يوصف. وإحنا شاكرين لكل الناس اللي ساهموا في هذه المكرمة وساهموا في هذه الرحلة المباركة.